بتبقى في لغة كده للأمهات. مفيش حاجة اسمها المرأة اللي عاملين لها عيد. آه اسمه عيد المرأة. عيد المرأة اليوم أو يوم المرأة العالمي. أنا عارف عيد يعني طيب. يوم المرأة العالمي. يلا. العيد القومي للمرأة. طيب. لازم يتضرب مش كده؟ ولا أي ضرب ولا أي حاجة. يلا يا دياب. طيب الأمهات في البيوت يا جماعة بيبقى ليهم لغة كده. يعني دايما كده. أنا حتى كانت أمي الله يرحمها وكل الله أمهات يرحمها. المصريين يعني وهم بيصلوا بيكون ليهم لغة. لما هنشوف الفيديو هتفهموا ايه اللغة اللي انا بتكلم فيها. نشوف الفيديو. نشوف. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هو ملوح. الله اكبر. الله اكبر. شوف يا بنتي في ايه؟ امك بتكبر بصوت عالي ليه؟ سمع الله لمن حمده. الله اكبر. يكونش باب الشقة مفتوح؟ لا يا بابا مقفول. طب في طبيخ على النار؟ مفيش حاجة على البوتاجاز يا بابا. الله أكبر. بعدين بقى؟ طب شوف الموبايل بتاعها يمكن بيرن. ما بيرنش يا بابا هو كمان. تحياتي يا بنتي. يمكن فيه غسيل في الغسالة عايزاكي تطفي عليها وتنشري انت الغسيل. اللهم صلي على سيدنا. مفيش حاجة في الغسالة يا بابا. وعلى آل سيدنا. وبعدين بقى؟ يمكن المايه مفتوحه. يمكن لمبه الحمام شغاله. السلام. السلام عليكم. يعني مش سامعني؟ عمال اكبر بصوت عالي. سامع يا ماما. وقلبت البيت فوق وتحت ومفيش حاجه. في ايه بقى؟ طلعوا كيس اللحمه بالثلاجه. انت عارفه هقول لك على حاجه يا دكتور. ده مشهد تمثيلي مش حقيقي. أيوة على طبعا فكرة. ده مشهد تمثيلي بس هما بيمثلوا الواقع يعني. بس بجد يعني. أيوة. رائع فعلا. كتير قوي بيعملوا كده. عارفة لما توصل لما بتقربي للوقت. بس انت مشغولة بكل حاجة في بيتها هتعمل ايه؟ بس وراجل بيبقى قاعد ولا فاهمها ولا على بال. مش طلع كيس اللحمة ازاي يعني؟ طلع كيس اللحمة اللي هو ازاي؟ قالت ده قلبوا البيت. ده جه في دماغهم كل الافكار اللي ممكن تخطر في بال بني ادم. بس شوف عسل ازاي جدا طبعا الست المصريه والله العظيم. سكر. والله العظيم طبعا. وشايله هم كل حاجه طبعا. لا هم اختارين كمان مثال الام المصريه لاسدال الصلاه الست المتدينه عمود اكيد عليه عمود البيت يعني فعلا ترافيك كبير قوي صح طبعا طبعا. بس مع اقتراب وقت السلام انت قلبك بيرتجف. يا ترى بقى في ايه؟ في حاجه بتولع؟ في حاجه بتتحرق؟ انا كانت امي السلام عليكم في حاجه بتتسرق مع دي انا بموت. انا خلاص انا بيجرى لي حاجه يعني.